والله يدعو إلى دار السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فعندنا الإنباء بشرح متن البناء في علم التصريف، طيب، لأبي زياد محمد بن سعيد البحيري، طيب، وقد وصلنا إلى الفعل الثلاثي الملحق بالرباعي المجرد، وقد قال المصنف له ستة أبواب، وقد قرأنا منه فوعل وفيعل وفعول، أظن فعيل أيضا، صح؟ ولا عندنا فعلل وفعلا، طيب، يعني عندنا فقط بابان من هذا الباب، طيب، يعني، طيب، هل قرأنا الشريف؟ نعم. الباب الخامس فعلل يفعلل، نعم، اقرأ الشيخ سيف الدين. فعلل يفعلل فعللة وفعلالا موزونه جلبب يجلبب جلببة وجلبابا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه للتأدية فقط. نحو جلبب زيد إذا لبس الجلباب. فعلل يفعلل فعللة وفعلالا موزونه جلبب يجلبب جلببة وجلبابا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس لامه في آخره، وبناؤه للتعدية فقط. نحو جلبب زيد أي إذا لبس الجلباب. طيب، قوله فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، فإن قلت كيف يكون وزن فعلل ملحقا وهو الذي يلحق به؟ شنا أصل شيء هو فعلل ترجمة؟ طبعا شو يكتبش ملحق خلاك أستش وملحق قرن؟ قلت وزن فعلل الملحق به، ملحق به كلا لاميه أصلية، صح، كلا لاميه أصلية فعلل، بخلاف فعلل الملحق فاللام الثانية فيه زائدة على قول يونس، يعني وفق قول يونس مطابقا لقول يونس وهو صرفي، وهو من صرفيين. طيب، وقيل بل الأولى كواو، صح، بل الأولى كواو جوهرة قاله الخليل. طيب، يعني هذا قول الخليل، هذا قول الخليل وهو قول يونس. طيب، وقوله موزونه جلبب يجلبب جلببة وجلبابا مثله شملل يشملل شمللة، وقوله علامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره، لأنه من الثلاثي جلب، لأن أصله من الثلاثي جلبب، وهناك عندنا فعلل، الفعلل الذي يلحق به هو شيء آخر، ليس هناك زيادة، هناك كلا لاميه أصلية فعلل، نعم، مثاله دهرج، دهرج، صح، لكن هنا جلبب الباء الثانية زائدة. طيب، وأصل الجلب في اللغة سوق الشيء، سوق، ساق يسوق، إيش من الساق يسوق؟ كيجنا لانا، ومنه سائق درايفر، تمشنا سائق تكاسش غاري كيجان بقناوان. طيب، سوق الشيء من موضع إلى آخر، كنت كان شيء أكيد جاي بيت بيز جاي نون كيجون سوق الشيء. طيب، نعم، كما نقول المشقة تجلب تيسير، مشقة تيسير کو کھینچتی ہے، جلب يجلب، هنا تجلب لأن المشقة مؤنث، وكذلك
جل درء المفاسد مقدم على جلب المنافع أو مصالح. درء المفاسد يعني مفاسدك دور کرنا اولى بہتر ہے او مقدم پہلی اس کو کیا جائے گا على جلب المصالح او منافع چجائی کہ ہم مصالح کو کھینچے منافع کو کھینچے مطلب ان کو حاصل کرنے سے بہتر ہے مفاسد کو دور کیا جائے. طيب هناك جلب فجلب معناه سوق الشيء من موضع الى اخر. وقوله وبناؤه للتعديه فقط نحو جلبب زيد اذا لبس الجلباب كذا قال ولعله خطا من الناسخ. والصحيح ان يقال وبناؤه للازم او وبناؤه للتعديه يعني ما كان مناسبا ان يقول فقط فقط فيه يعني يقول الشارح لعله خطا من الناسخ. نحو جلببه فتجلبب جلببه اس نے اس کو پہنایا فتجلبب تو اس نے پہنا اي البسه الجلباب اس نے اس کو جلباب پہنایا. وجلبب المال اي اخذه يعني جلبب له معنى اخر جلبب اي اخذ. وربما كان لازما كما في المثال الذي مثل به ونحو جلببت المراه جلببت المراه اذا لبست الجلباب فهو متعد في المعنى. عندما نقول جلببت المرأة يعني هو متعد في المعنى ليس هناك مفعول به موجود لكنه متعد في المعنى جلببت المرأة فجلباب هو محذوف ولذا قال جلببت هو متعد في المعنى في المعنى. طيب نحو الشمل للرجل إذا أسرع إذا أسرع أسرع يسرع إسراع يعني جلدي كرنا شمل الرجل أي أسرع جلدي كرنا جلدي مجانا. والجلباب قميص واسع طويل صح هذا يعني مفهوم عندنا يغطي الجسد كله يشوف بور جسمس كران دامبان يلبسه الرجال والنساء ولكن عندنا الآن يعني يلبسنا من؟ النساء فقط يلبسن الجلباب. وجمعه جلابيب وقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن هذا جمع جلباب. وقال الشاعر حتى اكتسر الرأس قناعا أشهبا أكره جلباب لمن تجلبا حتى اكتسى يعني أتاكي أسكا حتى اكتسر الرأس أو كا رتسوري ساو دامپنا قناعن يعني تفاق پہتے قناعشنا تو ماسک کی تیوانا دامپنا اول کا چیز اشحبا يعني سگو گری کر روزن حتى اکتسر رأس قناعن اشحبا اکره جلباب لمن تجلببا يعني ساسا بنو کیا جلبابک اخ مکرو شکل تفاق خطر يمسو لووک حتى اكتسر رأس. طيب ومن هذا الباب قد علمنا أن فعلل من ملحقات فعلل. طيب ولا بد من عندما نقول فعلل من ملحقات فعلل ولا بد من المثال عندما نؤتي بالمثال فسيفهم السامع وإلا فلا. طيب فسيقول يعني كيف فعلل صح فيه يعني يتردد الصامع فلا بد من التمثيل. الباب السادس الأخير فعل يفعلي فعلية وفعلاء موزونه سلقاء يسلقي سلقية وسلقاء وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء هي هي في آخر. وبناؤه للتعدية نحو سلقيت رجلا ويقال لهذه الستة الملحق بالرباعي هذا يعني كلام زائد ما كان حاجة إلى هذا لأن المصنف قد قال هذا. ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين يعني عندما يكون المصدرين متحدين عندما يكون المصدران متحدين فنقول اتحاد المصدرين أي الملحق والملحق به الملحق والملحق به. مثلا عندنا فعلل وفعلل الفعلل الأولى
ملحق به، والفعل وفعل الثاني ملحق، ملحق به ويصيد ملحق كرنا، ملحق يس ملحق كرنا. قالوا فعل، الألف في فعل منقلبة عن ياء، عن ياء أصله فعل ياء، فعل ياء. ودليل ذلك، ما الدليل على أن الألف منقلبة عن ياء؟ وجودها في المصدر والمضارع يفعلي فعلية، فوجود الياء دليل على أن الألف في فعل منقلبة عن ياء. وقوله فعلية مع تمثيله له بقوله سلقية غير صحيح، سلقية. ليش؟ لأن الياء مسبوقة بالفتحة، طيب، والفتحة تناسبه الألف، فكان ينبغي أن يقول المصنف سلقاتن، سلقاتن، فهذا كان مناسبا. لكن المصنف ماذا قال؟ هذا قال قبل الإعلال، قبل الإعلال، يعني çünkü إلا تأخذنا تم سبكة غير changing يبني سلقياتن بر سلقات، مگر مصنفون كيا كور أم توي بنيس أصل شكل بتر غنيتي چاٹی ہو انہوں نے کیا یہ معلل کے وجہ سے پت بنی اس شکل سو انہوں نے کیا ويقول الشارع هذا خطا اذ الواجب ان يمثل للمصدر بعد اعلاله اعلال پت اس مصدر کی مثال دین فيقول فعلات موزونه سلقات اما سلقيه فهو الاصل فهو الاصل كدحرج لكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفا فصار سلقات فالإعلال فيه واجب ولا ينافي الإعلال هنا الإلحاق يعني المعلقون يسلقا تاتي يشور باسن ترجمة ما كي باسن مغير تون كي أتكي قوي أقوي إعلال يه إعلال تون منافي ما يكين زي اسمه يشنو ملحق كين جو أمبت ملحق طيب ولم يذكره أحد من الصرفيين بغير إعلال يعني كلهم ذكر هذا الفعل بغير يعني بعد إعلال، بعد إعلال، بل نص سيبويه في الكتاب، في الكتاب. ما اسم ذاك الكتاب؟ الكتاب. اسم ذاك الكتاب الكتاب. وابن جني في الخصائص، والمبرد في المقتزب، وابن سراج في الأصول على الإعلال، وقوله فعلاء، يعني هذا مصدر ثاني. نعم. الهمزة فيه منقلبة عن ياء لوقوعها، هنا قاعدة لوقوعها متطرفة، تكادي يقول واقع متطرفة يعني ألق آخر اسمت أشياء أقيب ألف زائدة كم بات؟ ألف زائدة بات، ألف زائدة بات، ورول كيف روتته ما؟ الهمزة متطرفة يعني آخر اسمت عايسي يعني ياء إلى آخر اسمت عايسي أصل شو ياء یا ایل آخرس پر آسی تم روٹ آسی کیا الف تلکی شمانتا تا یاد بنانا حمزة طيب فأصله فعلاي لأن الياء هنا متطرفة وقبله الف وقد كانت الياء على القائدة منقلبة إلى الف أصله سنة قرنثن الف تبانا کیا يعني ياء اس قرن منقلب کو اکن الف فسکنتن سوی الف چون کیسے موجود قبل قلبها همزة اس سے پہلے کہ وہ حمزة بن جائیں لكنهم قلبوا الثانية حمزة حتى يصيح البناء فلا يختل فلا يختل خلل فصار فعلا أن فعلا أن عندنا الصفحة الأخيرة موزونه سلقة يسلقي سلقية سلقان ما المناسب من سلقية؟ سلقات نعم. مثله قلصة بمعنى ألبسه القلنسوة إيش من قلنسوة؟ أي نعم لباس الرأس وطيب وجعبة بمعنى الصرع إيش من الصرع؟ بشارنا كسيكو كان باون ومنه مصارع رسلر كما جاء في الحديث ليس الشديد بالسرعة ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد بسرعة شديد طاقة ورشنو سكي يس كنسي باوي بسرعة
انما الشديد الذي شديد مضبوط وہ ہے الذي يملك نفسه جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے عند الغضب غصہ کے وقت. وعلامته ان يكون ماضيه على اربعه احرف بزياده الياء الياء المنقلبه الى الف في اخره لان اصله من الثلاثي سلق 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 فلان فلانا اي اذا طرحه ايش ما طرحه اذا القاه پھینکنا یا چھوڑنا اذا طرحه على قفا ایسے چھوڑنا اس کو یعنی پاتھ کن تراؤن. طيب ومنه قولهم سلق الرجل المرأة طيب سلق الرجل المرأة يعني آدمی نے عورت کو پیچھے یعنی نیچے چھوڑا اے طرحها على قفا ایسے یڑ آسمان اس کو کرتا نا بیک چکو کن زمین کن. اذا بسطها ثم جامعها یعنی اذا يريد المجامعه المباشره طيب هل فهمتما؟ طيب قال الشاعر فان شئت سلقناك وان شئت على اربع. هذا ايضا قول يعني ان المجامعه المباشره هذا يقول لمن للمعشوقه للمحبوبه صح. فان شئت سلقناك وان شئت على اربع. طيب اظن انكما قد فهمتما ترجمه هذا البيت هل فهمتما؟ طيب وتأتي هذه المادة لمعان كثيرة منها ما هو متباين يعني له معنى معان كثيرة منها ما هو متباين يعني ألغلغ كينشي بانوين ألغلغ ومنها ما هو مترادف كينشي سيم سينونيمز. وبناؤه للتعدية نحو سلقيت رجلا أي طرحته على قفاه وربما كان لازما يعني يكون قد يكون نحو هنضى به أي ندد به ندد به أي انتقد هنضى به قو ندد به يعني انتقد تنقيد كرن يا كنس بروح كنت تمشيد أبوان عندما نقول هنزيت حامدا أي انتقدته أي أعلنت عن عيوبه. طيب ندد به واسمعه المكروه اسكو وہ سنایا جو ناپسند ہے. وقوله ويقال لهذه الابواب السته الملحق بالرباعي المجرد تكرار يقول شارح هذا تكرار مطلب تكرار معنى ايش ريبيت كران حالك من غنتي شش ملحقات لا فائدة منه إذ سبق ذكرها في قوله وستة منها الملحق إذا حرج ثم عاد فقال ويقال هذه الست الملحق بالرباعي. طيب هذا يعني كلام زائد وليست محصورة يعني هذه الزيادات يعني هذه الملحقات ليست محصورة في ستة أبنية لكنها أبنية مشهورة هذه الأبنية مشهورة وقد زاد بعضهم صابعا وهو فنعل نحو سنبل نحو سنبل يعني سنبل معناه صبغه بالحناء مز لاغن كانس سنبلته. طيب وشنطر وثامنا وهو فعنل نهو قلنس ايش معنى قلنس قلنست ايش معنى ملج توب قلنس قلت توب لاغن. وتاسعا وهو يفعل يفعل نحو يرنأ ير نأ يبدو أنه مزارع لكنه ماضي. طيب نعم وكلها مختلف فيها وكلها مختلف فيها. وقوله ومعنى الإلحاق أي في الأفعال اتحاد المصدرين أي الملحق والملحق به ملحق ملحق بك مصدر سيماس هذا يسمى الإلحاق. ولو قال ومعنى الإلحاق زيادة في البناء أريمانها مصنف شارشنا أريها سيبانها إلحاقها سقو زيادة في البناء لماذا؟ ليلحق بآخر تاكي سي بيس ملحق قرن ليتصرف تصرفه تاكي سي تصرف سي تصريف سي كنجوغيشن لكان أدق
بنهاية دقيق تعريف دقيق. ثم الأصل تنبت بنها الأصل أن يقدم التعريف الإلحاق على الكلام عليه. يعني أصلها سوية زي إلحاقش تعريف كاريها قرية بيان يمرون زي كاريها تحبر ما إلحاقش بنا كاتشار. والله أعلم. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.